أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الوطنية، وأهلا وسهلا بكم في برنامج خاصة. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سأفتح باب الحوار على الوعي حول أبرز الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مؤخرا، وتفضل عن هذه الانتخابات بشكل المؤقت كما عقبت هذه الانتخابات، ونستقرئ الواقع السياسي لموريتانيا في المستقبل بحول الله مع ضيفنا العزيز رئيس مجلس المنظمات غير الحكومية الوطنية لدعم تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية مستديمة الأستاذ أحمد فال بوموزونة الذي أرحب به معنا. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد فال. إذا بداية أستاذ أحمد فال، نود لو تطرقتم لهذه الانتخابات، هذا الحدث السياسي المهم الذي شهدته موريتانيا، كيف تقيمون الأجواء العامة للانتخابات والنتائج التي تمخضت عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. بدء أشكر التلفزة الوطنية على مدى الاستضافة من أجل تنوير المواطن والوطن على ما يجري في البلد. ما خص مثلا بالانتخابات، بالنسبة لنا كمنظمات غير حكومية فاعلة، وعندنا مثلا عدة مثلا ممثلين على كافة التراب الوطني، كانوا هم مراقبين وطنيين في جميع المكاتب، من اللي منطلقين مثلا من شبكة وطنية فيها جميع التعاونيات وفيها منظمات الشبابية والنسوية والرياضية والناس كاملة اللي منتميين الحمد لله. ما يخص مثلا الانتخابات، كانوا في الحقيقة بطريقة شفافة وواضحة بجميع المكاتب، كانوا فيهم مثلا ممثلين جميع المترشحين. ثانيا كانوا فما تملي مراقبين دوليين امريكيين، وكانوا هم اوروبيين، وكانوا هم مملي افريقيين، وكانوا هم مملي مراقبين عربيين، وشادوا كاملين بنزاهه مثلا الانتخابات الخلقو ونتائجهم. ما يخص مثلا، وكان فما مملي تمويل عطيه الاتحاد الاوروبي المنظمين، قال له فوناد وهيك محسوبه معروفه عنها مثلا من معارضه وتشتغل جناح منها كبير. وحنا كشبكه منظمات غير حكوميه دعم مجلس المنظمات لين خلصنا البرامج مع دعمنا مرشحنا محمد القزواني، نظرا للبرنامج وقلنا لماذا بين اللي فيه التنميه المستدامه وفي مساواه بين الشعب الموريتاني وفي التمدرس وفي قضايا مهمه، وفي هم اللي عنهم متابعه البرنامج فخامه الرئيس محمد عبد العزيز اللي عدل ياسر من الانجازات، وقد مثلا لقى يتابعوا لا احد مطلع للملفات مطلع لاقتصاد البلد، وقد هم اللي يجمع اهل موريتانيا كاملين بصفه شفافه وواضحه ونزيهه. وكانوا الانتخابات في الحقيقه كانوا نموذج. ما يخص مثلا انتخابات موريتانيا وهذا اللي عدل فيه، في الحقيقه ما عدل في اي دوله من دول العالم الثالث، هذا الشهد به القاصي والداني عن رئيس منتخب اللي هو رئيس محمد عبد العزيز، كان يطالب الشعب الموريتاني كامل بانه يعدل مأمورية ثالثه، ونظرا عنه رجل اصلا عنده مثلا رؤيه وطنيه لتنميه البلد واحترام القوانين واحترام الدساتره، قال عنه ما هو مترجح، وعقب ترشح زميله اللي مثلا في الحقيقه فيه الكفاءه اليالله، وهذا في الحقيقه تبادل للسلطه مهم، ونجح مرشحنا نجح بنسبه 52 زايده. وحنا كمثلا هيئات منظمات المجتمع المدني عندنا الحق فندعموا ندعموا اي انسان عرفنا عن فيه الكفاءه ونوجهه للشعب الموريتاني، وقمنا بذاك الدور اللي دورنا كمثلا مراقبين وكشريكين بالتنميه المستدامه والاستقرار والامن. وكان مولي تجربة موريتانيا في الأمن على مستوى القارة الإفريقية والدول العالم كامل كانت تجربة جيدة، والناس قبلت مثلا دروس مهمة. ما يخص مثلا أي إنسان ترشح الرواية سوي شنه، لابد أن يجبر مثلا يقول قضية يدافع بها عن نفسه. بأن اللي إحنا سياسينا والناس اللي مثلا نخبطنا للأسف ياسر منها دائما اللي ما ينجح ما يقبل مثلا الاعتراف بالحقيقة، لابد من اجبار مبرر في روايه يقولها. قرقع بالنسبه مثلا للانتخابات مات فيهم طعن، والله فيهم روايه ما هي الله ولا دليل قاطع، فهم اللي هي متخصصه دستوريه متخصصه في انه يقدم لحد ملفه قرية الله يقدمه باحترام بدون يعود ما عنده دليل ولا عنده روايه، وهم اللي يعود ما يجمع للناس ولا يقول يجرح حبش من الامور يعبدون، خاصه حد عنده تجربه سياسيه وقطع عاد مناصب الدوله وقطع عاد وبروك يعود مثلا يجمع معها الشعب الموريتاني، يلا يعود يقول لا شيء حكيم واضح ياك الشعب الموريتاني يستقطبه ويمشي معه.
بالنسبة مثلا للخطابات المتطرفة اللي ما يالله ما تجمع الشعب الموريتاني ما يالله حد يدفع والشعب الموريتاني مولي ما يالله يصنتلها بين اللي احنا اللي رابحين كاملين بصفة عامة الاستقرار والأمن الاستقرار والأمن اللي يخلق الاستثمار ويخلق النمو ويتقدم بلدنا ونعود مثال في العالم كامل وإحنا اللي محسودين عليه الموريتانيين أولا دينهم وأخلاقهم وقيمهم ومشاركتهم في التنمية بصفة عامة وتسامحهم على الآخرين هنا هون فاتح المسرع لجميع دول إفريقيا والعرب والعالم كامل يجينا وجميع الأقطار كاملة تجينا اللي في العالم جميع الدول ما هنا ما لك يتخرصون ما رأيت جميع أي دولة في العالم هم منها رجاج ولا غنين ولا خاصة دول الإفريقية والعربية مفتوح لهم المجال وباب مفتوح للناس كاملة ومرحبين بها كاملة غير مولي خارجين مسائل يا الله ما تفهموا أن احنا شأننا الداخل ما يعني ما هو ما يعني ما هو الموريتانيين والولادي الخفية اللي متباركة مع تشوه سمعة بلدنا وتزرع فيه حرب وتزرع فيه الشمل الأمور ذاك ما هو لا يصلح بين اللي احنا أولا شعب واعي ومضياف وحكمنا الدين والأخلاق والقيم وحكمنا عنا بلدنا ما لنا يخلوا حد يخسر سوقنا ثانيا هاي الرواية اللي خلقت هاي الأحداث هاي الأحداث ما بالنسبة لنا قاع ما أحداث مدة مثلا أجانب ومدة مدة ثانية في الخارج تخدم مصلحة مثلا الإرهاب مصلحة التطرف مصلحة اللوبيات اليهودية اللي ضد الإسلام والاستقرار والأمن وراشينهم الدخرة خطروا مثلا يتصلوا بشمار واقجوناتها وينقلهم وعدوا عدوا رواية ما هي الله وشمن حرق الكرعين وشمن الروايات اللي ما عنده دليل ما عنده فائدة وعقب مولي الحمد لله من فضل الله كالعادة سيطر عليها أمننا جيد في هذه النقطة تحديدا سيطرة الأمن يعني البعض يقول بأنه رب ضارة نافعة إذا كانت هذه الأحداث فعلا ضارة أو كانت تنوي الضرر لموريتانيا إلا أنها أيضا كما يقول البعض أثبتت مقدرة الجيش الموريتاني وقوات الأمن الموريتانية على طبعا بسط السيطرة وأيضا كانت عند يعني على المستوى المطلوب وكانت عند التحدي الذي وضع أمامها وأثبتت جدارتها كيف تنظرين إلى ذلك؟ إحنا تجربة جيشنا وتجربة أمننا معروفة إحنا نعرف عنها مثلا سنة 2005 تعرفوا عن واكشوك كان خبط دائما هنا تجاهي تفرق زينة هذه في المقاطعات في كل بلد وكانت الناس تجينا من البلاد الأخرين تطيح لنا من ساعة جاء الرئيس محمد عبد العزيز وخامة الرئيس محمد عبد العزيز ورفيقه محمد الشيخ الغزوان عدوا دراسة أمنية وشارك فيها جميع جيش موريتاني وجميع الأمن الموريتاني من أجل أولاً بعد قاع الحفاظ على الوحدة الترابية والأمن المواطنين والمستثمرين كما تعرف عنه سابق مثلاً يخلق سابق جهوم تعرف عن الجانب ما كانوا قد جهوم لا كانوا قد استقر حدث ومن أخرج ياسر من قاتل وماتوا جنودنا ومات الخلق ومكتلهم داخل نواكشو من ساعة الحمد لله قبلهم الحكم أول مسألة بعد قاع عدلوها الأمن والاستقرار باللي يعود بالأمن والاستقرار ما هو خارج ما خالق استثمار ولا خالق تنمية ولا خالق قراية ولا خالق سوشن والناس ما يالطي يكون تم تذكر بالتاريخ ذكر التاريخ اللي مثل الفترة الخلقت والفترة اللي عقبتها بعد الحد مثلا مقارنة الأشياء إياك تعود الأشياء واضحة للناس كاملة احنا اليوم الحمد لله تحدثوا بالنعم نعم ما يقدر أجاج يحرك شسو وشنو هون موريتان ولا يزعزع من أولاد موريتان ما قبله السلطات السلطات الأمنية ومولي مارت مثلا عدل عمل جيد أنه عاصلا من الناس اللي حرق الكرعين وحاول يرصف على أموال الناس وحاول يعدل بالبلع ما مات منه حد ولا انجرح منه حد ولا تأثر منه حد ولين أموال اللي قبله يعترتهم أجانب فهم أشخاص مختفين وعقب عرفهم الأمن الموريتاني كانوا حاولوا يمولهم ويزعمهم على معدل روايات وهم في الحقيقة لو كانوا مثلا الأجانب فاهمين عنهم الأمور اللي ما تعنيهم ما الله يدخلوا فيها باللي واحد يجوناتي من عند أهله كاتلوا جوع وخالي ويمشي مناتي بالأموال الطائلة ومؤمن وعاد قاع الشيخ من المواطن من نفسه بين المواطن الموريتاني دائما يقولوا لا المسامحة ويقول لا شيء متعدل مضيافين ولا يبغوا الشخاص الحد سوهم قال بين تعرف التسامح مع الناس ويوسم الامور هذا الاجانب اللي معانا هناك يا الله يعرف عنهم يا الله يحترموا رسوم ويحترموا المواطنين والشي ما يعنيهم يا الله يدخلوا فيه يا الله الانسان كامل خلي بالامن اسوء منهم يا الله يوقف عند حدوده
احنا هناك مسائل مولي مهمه، هاي الانترنت مهمه مهمه، الناس تتكلم فيها دائما وتشد اخبارها، غير مولي خالق شيء ما في مساومه امن موريتانيا واستقراره وتشوي سمعتهم ولا يقبلوا مواطن سوى منه اسوء كان رقاج ماسع عنه من النخبه ويروق عنه ورا يعود مثلا يقود موريتانيا يعطي يقودها شور للزهار والامن والرفاهيه والاستقرار. ثانيا احنا مولين تلاهم خرصوا برنامج رئيسنا محمد الغزواني، برنامج مهم اللي ينتخب الشعب الموريتاني عليه، وخاصة التكوين والعلم والمعرفة بهم اللي الدول يقدمه لا العلم والمعرفة الشماء والعلم والمعرفة والتكوين ما يقدر يقدم في الدول. ثانيا مولي يا الله يفهموا الناس كاملة عن الرئيس اللي منتخب الشعب الموريتاني محمد الغزواني، عنه رئيس الموريتاني كاملين، ما في عنه رئيس موالات ولا معارض ولا رئيس الشعب الموريتاني ورئيس الناس كاملة لا يخدمها كاملة، قر الناس كاملة بصفة عامة يا الله بعد قاعد اول شيء تخدمه الاستقرار والامن ولا تقبل اي انسان سوى منه يهدد وحدتها ولا امنها ولا يدخل بينها اي بس احنا ما فينا حد، الوطن فوق الجميع، الوطن فوق الجميع، احنا ما فينا حد بين الشخاص مع حد ولا فينا حد ما مستعد يعاون كل حد سوى منه. واحنا كمنظمات وكمجتمع مدني وكاحزاب وكفاعلين وكسياسيين يا الله نعودون هدف الله نجمعوا الناس ونقاربوهم ونقاربوا وجهات نظرها ونمشوا للامام، ما نعودوا نستقلوا الشمل القضايا اللي ما تخدمنا والعنصريه موريتانيا ما هي خالقه، احنا قراوه بلد وناكلوا بلد ونشربوا بلد ونمشوا بلد وكلنا عنده مشكله اطرحها على الثاني يسويها له، وهذا ما هو خالق في القاره الافريقيه ولا هو خالق في القاره العربيه، شعب منسجم مضيف وشعب مولي مضيف ودائما يبغي الله يبغي الله شيء متعدل به اللي يملي عليه دينه واخلاقه وقيمه. ثانيا يا الله نعرفوا عن قضيه مثلا اي انسان اسوء منه تخيل له عنه قد يمس من امن موريتاني والله استقراره والله وحدته والله مثلا وحدته بين الشعب الموريتاني تآخي وتآزر اللي هو يدل لخابط التراب اللي الشعب الموريتاني وعوه فهم ويالطم عدو حذيرين من الخطابات اللي مثلا تفرق الناس والله مثلا لا يتقسم الناس، احنا ما قدرنا نتقسم احنا لكن بياض العين وكحالها ما قد حد يفصل بيننا وهذا الشيء من الامور عند بعض مثلا الناس بعض الناس اللي يحاول يعدل به يكتسب به يكتسب به الشيء من الروايات عند واحدين اخرين مخربين في العالم معروفين وشيء من الخلق ضد 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 نمو الدول العالم الثالث وفاتوا خسروا به عده دول كيف تعرفوا. احنا الحمد لله نظرا لفضل مولانا علينا الين خلق الربيع العربي وخلق هناتي الناس طلبت ان خلق هناتي قد خلق قدر من التخريب هناتي من طرف واحدين اخرين في الخارج ماشيين فضل واحدين اياك يقدوا كرك عين ويزارقوا الناس وعدوا عدلوا عقب الامل الموريتاني اكتشفوا وعقب مولي ذاك ذوك الناس كانوا يشتغلوا ذاك النوع من الشغل فهموا عن الموريتاني عن ذا النوع ما يقبض لهم ولا هم لا يمشوا فيه به اللي ما هو في صالحهم الناس الدور الامن والاستقرار والدور الازدهار والدور روايه تبني به بلدها. جميل. فيما يتعلق بالنتائج نتائج الانتخابات التي شهدتها موريتانيا فوز المترشح محمد ولي الشيخ محمد احمد ولي الغزواني بنسبه 52 فاصل، هل تعتقد بان هذه النتيجه عكست كثيرا تشبث الاغلبيه اغلبيه الشعب الموريتاني بالنهج الذي طبعا بداه رئيس الجمهوريه السيد محمد ولي عبد العزيز وايضا قال المترشح اثناء الحمله بانه سيواصل هذا النهج، هل تعتقد بان هذه النتيجه كانت تعكس تشبث الشعب الموريتاني بها؟ بالنسبه لي النتيجه قاع في الحقيقه احنا انا قد عدلت مقابله في شنقيطي النهار اللي كان الليل كان في مزاول الاكياس مازالوا ينفتحوا وحسب دراسه قد عدلناها كنا يلا ناخذ بنسبه 52% زايد ولا 54 واذا صرحت به موجود مثلا في قبل النتائج من اللي احنا مراقبين الشان العام كامل كهيئات مجتمع مدني نخرصوا ذاك اللي مصلحه بلدنا وذاك اللي قد يفوز وذاك اللي ما قد يفوز وذاك اللي قد يصلح له وذاك اللي ما قد يصلح له. احنا مقرر الشان العام مثلا ذا البرنامج اللي عند الرئيس السابق محمد عبد العزيز المزار رئيس حاله من هو اللي نزل العمل برنامج جيد وكان من الضروري ومن اجل نجاح موريتانيا ومن اجل استمراريته ومن اجل مثلا الخطوات اللي قطعت على مستوى الدولي والعالمي والافريقي والاقليمي لابد من انسان عنده نفس الفكره ونفس الروايه تجاهك يطور ويزيد في ذا الكان باللي مساله تعدل لابد من جيلقاج اخر يزيدها ويطورها وينفتح للناس كامل وخرص ذاك اللي قد يزيدها به من شو سوى شيء عن رئيسنا اللي انتخب رئيس الشعب الموريتاني اللي انتخب اكثريه عنه فعلا
لا يتابع ذاك البرنامج ولا يزيد عليه. إذا مقرشين عليه ذا والوسانة إحنا كمجتمع مدني عندنا مثلا خرصنا عدلنا باندرولات ووزعناهم في كل بلد مشينا بمشورك البيضة وعبنا المواطنين بين اللي إحنا الوطن مصلحته مصلحتنا كاملة وحد فيه الكفاءة وحد نعرفه عنه بده يخدم بلدنا وفي صالحنا كاملين ندعمه بين اللي إحنا ما عندنا ما هو موريتاني وموريتاني يا الله يفهم الموريتاني علي ابنه ولا أولاد موريتاني قرانا بعد يعني نوجه له نداء من خلال قناتكم هذه عنه الوزراء اللي معاه لابد كامل ينحيهم عنه بهم اللي فترة الرئيس محمد عبد العزيز ذول كانوا معاه يعملوا ضده لو كانوا اشتغلوا معاه بشغلة نزيهة وصريحة موريتانيا تبتلها. هذا يجعلني نسألك سؤال وأنا من الناس اللي لين جمع الرئيس محمد عبد العزيز لقاء وهنا تفتفرق زينة نبهته على الشمل المسائل على أنه عدلنا به اللي رقاج رئيس رئيس حد وزير وزير حد والي والي حد حاكم حاكم حد عنده الشمل الشأن العام يالتو قم مسؤولياته قال ما يعود إلى جهة مواطن والله جاء حد مضر من أي رواية يدير الرواية على الرئيس يقول لك ما خلانا الرئيس نعدل هذا في الحقيقة نوع من التشويه يعني صورة الرئيس هذا هو اللي في الحقيقة هي السنة اللي كانوا معدين ذو الناس كامل اللي مع الرئيس محمد عبد العزيز طيب هذه الحدث الأخير اللي شهدته موريتانيا تمثل في استدعاءات لبعض المسؤولين من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا وشملت مسؤولين يعني كبار وكانت لهم تجربة مريرة مع النظام الحالي كيف تقرأون هذه الاستدعاءات في إطار الرواية ومنطلق من هو النظام نظامنا كامل ما هو نظام رئيس ولا هو نظام الشعب الموريتاني والأموال اللي في خزانة الشعب الموريتاني لولاد موريتانيا وعدلوا بها الطرق ودوا بها الناس واشتروا بها الأسلحة وعدلوا بها البنى التحتية وعدل بها الشأن العام للناس كاملة احنا الرئيس محمد عبد العزيز الزيان عندنا عاملين هذين قالوا الفساد هذين قالوا قبل المال العام عن وقفه معناه عن هاي الناس اللي كان شعار محاربة الفساد هاي الناس اللي عجطلها كان عنده التزامات عن لا يتدفع شيء من الفضل وهذا أركات الناس المسؤولة عنده يالله حد كان ما يدفع المال العام يالله يعاقب حسب القوانين وهذا كل حد يعرفه يالله حد كل حد ينقط به الرقبة تل إنه عيط لك مثلاً قابل شيء من المال ما هو له وقال لك حنا نسامح معك ولا يتم تدفعه كل مرة تدفع منوش يالله تدفعه تعرى عنك مالك لا يتخلي ماشي هكذا ولا يالله الرئيس المستقبل اللي انتخب الشعب الموريتاني يخلي كل ملفات وكل ملفات يالله تخرج متابعة متابعة صارمة متابعة حقيقية اللي كلها ذاك اللي قبل ما هو الشعب الموريتاني ولا هو الرئيس هذا الدول الموريتانية ولا هو الرئيس محمد عبد العزيز المعدل الدول الموريتانية والشعب أموال الشعب ويالله بتدف خزانة الشعب الموريتاني ياك قد وعاونه بذل محول فيه ياك تبتني به موريتان لا يبنيها إلا احنا ما لا تبنيها إلا مدخرة ولا يبنوها إلا بتكافت جهودنا كاملين ووحدتنا وأمننا وصدقنا ومشينا في الشيء الصالح في الشعب الموريتاني يخدمه ياك اش ياك ذي الناس اللي تقول عنها مثلا مقبونة والله مظلومة والله أنا بالنسبة لي بالنسبة لي ما في حد مظلوم بكل أنت لما قريت تركتك ظالم لا راسك والناس كونه لا تعليم والتكوين علنا برنامج مثلا رئيس المنتخب محمد الغزواني فيه مثلا التكوين وفيه مدارس الموحدة مدارس الوطنية وفيهم اللي طلب من الشعب الموريتاني عن معدل الخدمة العسكرية للشباب ياك المواطنة والمواطن يفهم عن ذا بلد والدفاع عنه واجب شرعا واجب دينا واجب الاستقرار واستمرارية الفلاح فيه بين اللي احنا ما نقدو كاملين نعود نحمله رئيس واحد المسؤولية كلنا عنده جزء من المسؤولية ولينا قبل مسؤولياتنا كاملين ونمشي ونتلاون أبونا بلدنا هيبتنا غير نعود نعدل المطاولات ولا قال للرئيس ولا خلاني الرئيس واحد يقعد مكتب يخلص ياسر من فضل على حساب الدول الموريتانية وتم لين يجيه مواطن والله تجيه مشكلة يلا يسويها أسوى كان حاكم وأسوى كان والي وأسوى كان وزير يقول لك أنا ما خلاني الرئيس ما هو حاكمك وأنا لين يديرني رئيس بريء ولا خلي نعدل خالك شفاء ضعف الإيمان استقال صحيح حد ما هو قال حد ما مخلي حد يعدل عمل يستقال عنه أسوأ رئيس وهو منه أنا لين دار بريء دار نرجع بريء أمام مسؤولية قالت إن تقبل مسؤوليتي قال ما قالت إن أظلم حد ولا قالت إن وكذب شيء حد ولا قالت إن تلعب المواطن والشعب الموريتاني ما تلعب سيفته عاد واعي فاهم الطرق فاهم الطريق اللي يقدم مثلا يشارك في بناء بلده الناس كامل عاد توعي وعاد تفهم وعاد الدور حقوقها والدور رجاج كله يعطي حقه ونعرف عن رئيس اللي انتخبنا حالا عن لاهي مشعل المنهجير كان ماشي رئيس محمد عبد العزيز ولاهي طبق ذا اللي قال كان ذي 250 نقطة اللي قال لا يطبقها ذاك اللي قاد من يعدل كان ولاهي وظف 100,000 مواطن موريتاني ولاهي عود عدد المدارس تكوين الشعب الموريتاني هذا هو اللي قدم الدول اللي قدم الدول الثقافة
غير ملي يلا ناس تفهم على الوظائف ما تعدل بهم الاخلاق تعدل بهم تعدل الوظائف نعطاه الكفاءات ما تعدل بهم الاخلاق ولا يعدل بهم فلان ولا فلان والله من فلان لا 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 احنا يلا ملي روايه نحوها عنه ما تنقد نقول يكون مواطن موريتاني هذا من الفلاني وهذا من الفلاني التقرع ما يقدر الصح قد يقدر الصح بناء الدولة بين الشعب الموريتاني وولاد موريتاني يساووا وعدوا أولاد موريتاني قد اقرأوا أولاد موريتاني واشتغلوا في بلدكم وعدوا تنميجتوا وحضروا وعطوا رأيكم ويلا مالي خاصة السياسيين يعود سياسيين يعود ناقد من ناقد إيجابي عدوا ناضجين عدوا ناضجين عدوا ناقد من ناقد إيجابي فهم مسألين نلاحظوا إنسان حلو نلاحظوا رواية كمستعمدين نقولوها من اللي واجبنا عنا نقولوها جاك تعالج قرع هنا لين نقول شيء بين عدم مثلا إدماجن الدول الموريتانية في الشأن العام ما يوصلنا ترو إن قال لك المنظمات هم اللي قدوا يبنوا الدول وهم اللي مشاركتهم قيمة وفرعية وبعد في خطابه سمع تذكر المجتمع المدني وهذا الشيء أنا قاعد كنت مثلا على كل حال دعم قرر مالي فهمت علنه فهم مثلا عن المجتمع المدني بصفة عامة أسوأ الشباب وأسوأ النساء وأسوأ النقابات وأسوأ الصحابة وأسوأ كان المجتمع المدني وأسوأ سلطان العمد فهمت علنه فهم دور المجتمع المدني وفهم عن إشراكه لازم من أجل جاك نبنوا دورتنا قال لها هنا ابنها لا بالأمن والاستقرار ويالله نفهم عن أي إنسان سوغ منه لا يروق زعزة أمننا والله استقرار ما يالله نقبلها سوغ منه جيد جدا يعاقب معاقبة شديدة وأي أجنبي جهم لا يدخل في شؤوننا الوطنية يالطو ينحبس ويالطو يصفر ويالطو عدلوا ينفش ما تدخل بها موريتانيا أبدا جيد نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى الشعب الموريتاني بأجمعه وبأن طبعا الوطن فوق الجميع وبأنه لا أحد فوق القانون وأن الدولة دولة قانون وستظل كذلك أشكر ضيفي العزيز الأستاذ أحمد فال بوموزونة رئيس شبكة مجلس المنظمات غير الحكومية الوطنية لدعم تنمية بيئية واقتصادية واجتماعية مستديمة شكرا جزيلا لكم على الردود الشافية والوافية أشكركم مشاهدي الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله.